بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حكينا في المحاضرة السابقة عن الأدر أديشن وسبتراكشن، أوكي. بدأنا بالهاف أدر وشفنا كيف نستخدم الهيراركيال أبروتش، بنينا من هاف أدر فول أدر، أوكي. بعدين بنينا الفور بت أدر سبتراكتر، بقدر أنا طبعا من الفور بت ادر سبتراكتر اخذ مثلا اثنين اعمل كاسكيد واعملهم 8 بت كي ادر سبتراكتر، وهكذا نقدر نعمل طبعا اكبر سيركت اكبر بايش من سيركت اصغر صممت سابقا. وهذا هو ايش الهيراركي الابروتش. شفنا الديسيمال ادر، واخيرا شفنا ايش البي سي دي ادر. كي طبعا زي ما في عندنا هاف ادر، في عندنا كمان هاف سبتراكتر، كي في عندنا كمان هاف سبتراكتر، وفي زي ما في عندنا فول ادر كنا كمان فول ايش فول سب راكتر. اوكي الان بالادر تذكروا بالهاف ادر قلنا ايش في عندنا تو انبوتس، مزبوط. اوكي اي وبي او اكس واي وات ايفر، وايش تو اوتبوتس اللي هم الكاري كاري وايش والسم. اوكي الان بالنسبه للفول للهاف سبتراكتر طبعا في عندنا نفس الشيء تو انبوتس، كنا قلنا لهم اكس واي اي بي وات ايفر، سميهم زي ما بدك ما في مشكله. اوكي بدي اطرح لاحظ ممكن يكون عندي اكس واي، بدي اطرح واي من اكس. اوكي فبصير ايش هي اكس ماينس واي. في عندنا تو اوت بوتس باي ذا واي، هناك كانوا بالهاف ادر شو اسمهم تذكروا؟ كانوا يقول ايش اسمهم الصم والكاري، وانا اسمهم لا اسمهم الديفرنس والبرو، ديفرنس وبرو. يعني بدل الصم في الهاف ادر في الهاف سبتراكتر بصير ايش اسمه ديفرنس. اوكي وبدل الكاري في الهاف ادر بصير اسمه ايش هنا اسمه البرو. فالعملية هي بصير ايش طبعا اكس ماينس واي، ده كان انبوت اكس واي. اوكي والاوت بس اللي هو مثلا شو ممكن نسميهم انا دي للديفرنس ارمز، ودي لايش للبرو. اوكي وهذا كنا اخر ايش احنا شفناه المره الماضيه. اوكي لان هذا بالنسبه ايش وانا للهاف سبتراكتر. اذا في عندنا لما يكون تو انبوتس بس بدنا اربع كومبانيشنز 0 0 0 1 1 0 1 1. اوكي بعمل نفس الاجراء زي ما عملت انا في الهاف هذا. اوكي اكس ماينس واي لما يكون 0 0 طبعا الديفرنس بيكون 0 والبرو 0، ولما يكون الاكس 0 والواي 1 فلاحظ ما بس يعني الاكس 0 والواي 1 يعني 0 ماينس 1، فبصيرش بدي اعمل برو. اذا البرو بده يكون 1، الون هذا بعمله برو قيمته 2 حقيقة. اوكي لما بتعملوا ايش استقروا ضمن الخانة اللي بعده، مش قلنا تذكروا زمان حكينا انه يكون ايش توايس ايش اللي الخانة اللي قبله البوش ويت تاعه، فقيمته 2 اذا الديفرنس كمان بده يكون 1. اوكي لما الكومبانيشن الثالث اللي هو ال 1 0 1 ماينس 0 طبعا هذا سهل، الديفرنس 1 والبرو 0، لما يكون اثنيناتهم 1 1 طبعا بوت الديفرنس 0 والبرو بكون ايش 0. هذا الهاف سبتراكتر سهل. ها بعد المحاضرة تقدر تعمل له تروث تيبل، تعمل له كي ماب وايش تشوف تطلع البي وتطلع ايش الدي. اوكي الان بالنسبه للفول سبتراكت الفول سبتراكتر الفول ادر بنقارنه مع ايش؟ مع الفول ادر. خلينا نقارنه مع الفول ادر. اوكي فول سبتراكتر الفول ادر قلنا فيه له 3 انبوتس، كان نذكر قلنا فيه 3 انبوتس سميناهم شو قلنا؟ هنقدر نقول لي مثلا اي وبي وكاري ان. اوكي كاري ان تو اوت بوتس كانوا ايش كاري اوت والسم. الان في الفول سبتراكتر عندنا كمان نفس الشيء 3 انبوتس، ممكن نقول عنهم اكس واي وبرو ان او زد، نقول على سبيل المثال نقول زد اكس واي وزد، زد تعني ايش البرو ان. اوكي في الاوت بس بيكون ايش تو اوت بوتس كمان ديفرنس وبرو. اوكي ديفرنس وايش وبرو. اوكي فال في الفول سبتراكت انا في عندنا 3 صاروا اكس واي وزد، نقول اذا هو عباره عن عمليه اكس ماينس واي ماينس زد، بصير عمليه اكس ماينس واي ماينس ايش زد. او بدل ايش انا لو احط الواي والزد مع بعضهم البعض بقول اكس ماينس واي زائد زد نفس الشيء. لما اقول اكس ماينس واي ماينس زد احط الواي والزد كي داخل قوسين، كي بصير اكس ماينس بين قوسين ايش الواي زائد ايش زائد زد نفس الشيء بتكون. اوكي فالتو اوت بس اللي هم مسميهم طبعا هنا ديفرنس وبرو، مسميهم ديفرنس وايش؟ وبرو زي الهاف
سبتراكتر ديفرنس وايش؟ أبره. اوكي؟ في الفول ادر كنا سميناهم ايش؟ تذكر قلنا سميناهم السم والكاري. هنا لا. ديفرنس يعني نطرح هنا. فتكون ايش؟ بتكون ما بصير نسمي نفس الاسم. عشان هيك دائما لما انا اصمم شيء لازم اختار يوسفول نيمز. اختار اسماء ايش؟ اوكي؟ بتدل على المسمى. اوكي؟ اسماء بتدل على ايش؟ على المسمى. مهم جدا يكون هذا عندنا هذا الحكي. اوكي؟ فاذا بما انه عندي 3 انبوتس 2 اوتبوتس، 3 انبوتس فيهم 8 كومباينيشنز 0 0 0 لغايه 1 1 1. اوكي؟ عمليه طبعا ايجاد تروث تيبل عمليه سهله. لما يكون كلياتهم صفار طبعا اكيد الديفرنس بتكون 0 والجروب بتكون 0. لما يكون الاكس طبعا لاحظ اخذ 8 كومباينيشنز، لما يكون الاكس 0 والواي 0 والزد 1 اللي فالاكس ماينس واي ماينس زد ها بتعطيني ايش؟ شبيهه بالفول بالهاف سبتراكتر تعطيني الديفرنس 1 طبعا والبرو 1. اوكي؟ ونفس الشيء لما يكون ايش؟ الاكس 0 والواي 1 والزد 0 كمان بتعطيني ايش؟ البرو 1. لازم استقرض انا، ولما استقرض واحد قلنا قيمته 2، 2 ناقص 1 بيطلع عندي كمان ديفرنس ايش؟ 1. فالان لاحظ لما يكون عندي الاكس 0 والواي 1 اوكي والزد 1 لاحظ الواي زائد زد صاروا 2 والاكس 0 اذا استغرب اذا البرو لازم يكون 1. ال1 هذا قلنا قيمته 2 بما انه الواي 1 والزد 1 هذول 2 اذا 2 ناقص 2 0 اذا بيعطيني البرو 1 والديفرنس ايش؟ 0. اوكي بتكمل هكذا فبيطلع لنا ايش؟ بتكمل ايش؟ بتحصل على تروث تيبل. من التروث تيبل طبعا نعمل كي ماب ونقدر نبسط نطلع نقدر نطلع الديفرنس دي ونطلع ايش البرو كل سهوله ونرسم ايش السعر. عمليه سهله ديزاين لايش؟ للسبتراكترز الفاف والفول سبتراكترز. احنا قلنا طبعا نعمل عمليه سبتراكشن بالاديشن عن طريق الاديشن. شفنا اوكي محاضره سابقه اوكي استخدمنا نفس السيركت لايش؟ للادر والسبتراكتر بالاستعانه بايش؟ بالتوز كومبلمنت. عشان هيك راح نشوف ان شاء الله كمان شوي نشوف مثال كيف نعمل ايش؟ تو كومبلمنتر سيركت. نعمل سيركت نصمم سيركت اوكي تطلع لي ايش؟ توز كومبلمنت الانبوت تاخذ التوز كومبلمنت تاعه. اوكي وهذا السيركت مهم طبعا تفيدنا كثير في ايش؟ في العمليات. راح نشوف طبعا هنا استخدامات شفنا كثيره عمليه السبتراكشن ناخذ توز كومبلمنت وبصير اديشن حولها. اوكي خلينا نشوف الان بعض مثال امثله بسيطه وبعدين في قبل ما نروح على المالتيبليكيشن مالتيبلاير. اوكي بما انه في احنا ما زلنا الادشن والسبتراكشن اوكي والتوز كومبلمنت اوكي وشفنا في المحاضرات السابقه انه كيف نعمل عمليه ديزاين لاي كومبانيشن سيركت بناخذ امثله ان شاء الله اليوم على ديزاين للكومبانيشن سيركت وناخذ امثله كمان بالنسبه للادشن اوكي والسبتراكشن او خلينا نقول انكريمنتر ديكريمنتر توز كومبلمنت كلها ايش مرت معنا ناخذ عليها امثله نرسخ المفاهيم في ذهننا اوكي نرسخ الافكار في ايش في ذهننا اوكي خلينا ناخذ الامثله التاليه بعض الامثله عندنا هون المثال الأول okay. I want to design combinational circuit okay. I want to design combinational circuit with three inputs X, Y, Z okay. It has one edge, one output سميناه F okay. طبعا إيش the specification of the problem تقول لي ها لاحظ تقول لي إنه إيش The output is 1 when the binary value of the input لاحظ binary value شو binary value الانبوت الاولاني؟ 0 شو binary value الانبوت الثاني؟ 1 اوكي binary value هون 2 3 4 5 6 7 بتقول لي ايش المساله انه when the binary value of the input is less than 3 اوكي لاحظ بكون 1
إذا value the output will be 1 وين إمتى؟ لما يكون الباينري فاليو then is less than 3. طبعا less than 3 اللي 0 وال 1 وال 2 كيف بكون 1 الحالات الثانية. 0 otherwise ولا بكون ايش؟ عملية 0 بكون 0. شغلة سهلة من specification. إذا شو أنا؟ حددت عدد الانبوتس، حددت الاوتبوتس، وايش؟ حددت ايش؟ التروث تيبل، عملية التروث تيبل. اوكي؟ النيمز هاي طبعا هون بالمشكلة بالمسألة مش مهمة. بينما في المسائل الأخرى ممكن تكون ايش؟ الانبوتس تسميتها تختار أسماء ايش؟ يوسفول نيمز تدل على ايش؟ شيء. اوكي؟ مفيد. فهذا الآن الخطوة التالية زي ما نعمل نعمل سمبليفيكيشن عن طريق الكي ماب بكل سهولة. اوكي؟ بنعمل insert the ones. اوكي؟ من تيرم 0 كي من تيرم 1 هو 0 0 1 كي من تيرم 2 اللي هو 0 1 0. لما عمل التبسيط باخذ هذا وهذا وهذا باخذ ايش؟ مع هذا. كي شو بيعطوني هذا؟ شو بيعطوني؟ شو رايكم؟ اكس برايم ايش؟ واي برايم. لاحظوا هنا الواي 0 1 واي 0 وانا الاكس يعني الاكس ثابته والواي ثابته والاكس برايم واي برايم. الزد اختلفت بتروح. اوكي؟ لان باخذ هذا مع هذا كمان يعطيني اكس برايم. شو المشترك بيناتهم؟ الزد برايم. كيف يعطيني اكس برايم زد برايم؟ شو بيعطيني اذا؟ سمبليفيكيشن يعطيني لاحظ هون قلنا الاكس برايم واي برايم زي ما قلنا اور ايش؟ اكس برايم زد برايم. اوكي؟ تمام؟ This is الآن بقدر أرسم السياقات بكل سهولة ما في مشكلة. فإني لاحظ هنا AND GATE وAND GATE OR GATE. اوكي؟ في عندنا AND GATE للإكس برايم واي برايم، AND GATE للإكس برايم زد برايم طبعا الثانية زد برايم تكون. اوكي؟ وإيش هنا؟ للإف. اوكي؟ سؤال بسيط. اوكي؟ This is the first question. اوكي؟ الآن خلينا نشوف نروح على إيش؟ second next question. اوكي شوف شو المطلوب من هذا السؤال. اوكي السؤال بيقول لي اوكي I want to design a combinational circuit. من specific من by the way ممكن اعطيك على شكل truth table. truth table هو بشكل specification. اوكي ممكن انا اعطيك specification بدون truth table تسعة truth table او ابدا بالtruth table. التروث تيبل هو اوكي بيعطيني ايش؟ سبيسيفيكيشن للبروبلم. اذا الان بقدر انا احكي اقول هاي البروبلم شو معناها. شوف هي عباره عن لاحظ هي عباره عن كومبينيشنال سيركت هاز 3 انبوتس اللي هم اكس واي وزد هاز 3 اوتبوتس اللي هم الاي والبي والسي. الان مين بيقدر يعطيني من هون شو السبيسيفيكيشن اوف ذا بروبلم؟ شو هي؟ شو بتقول لي؟ ها؟ حدا قدام شاطر طلع من هون شو هي البروبلم؟ تروث تيبل مثل ايش؟ له علاقة بالسؤال اللي السابق، له علاقة بالسؤال السابق. ها؟ جبتم جاك جبتم ورا بعض، شو رايكم؟ بدي افحصك اشوفكم يعني. لازم تعرف، اوكي؟ لازم تعرف هذا الحكي. لاحظ من الزيرو اعطتني اثنين، ال1 اعطاني ايش؟ ثلاث، الاثنين اعطاني ايش؟ أربعة وثلاثة أعطاني إيش؟ خمسة. يعني كل واحد من هذول بيزيد عن هذا بإيش؟ باثنين. لأن الأربعة أعطتني واحد. لاحظ هون قلنا زيرو اثنين مظبوط. أوكي. الأربعة أعطتني قديش؟ واحد. شو يعني شو كيف صارت واحد؟ نقصت منها ثلاث. الخمسة اعطتني اثنين نقصت منها ايش كمان ثلاث، الستة اعطتني ثلاث نقصت منها ثلاث. اذا لاحظ شو نقول السبيسيفيكيشن؟ انه اذا كانوا الانبوتس لاحظ من زيرو لثلاث فالاوتبوت ايش؟ بزيد ايش؟ اثنين عن ايش؟ عن الانبوت. اذا كان الانبوتس من اربعة لسبعة فالاوتبوت ايش؟ شو ماله؟ بقل ثلاث عن ايش؟ عن الانبوت. اوكي؟ فيعني بتقدر تعمل توصيف. اوكي؟ اوكي. نفس الفكره. الان بدي اعمل انا لاحظ كي ماب للاي، بدي اعمل كي ماب للبي، بدي اعمل كي ماب لايش؟ للسي. اوكي نعمل كي ماب لكل ايش واحده منهم. اوكي الان نقلت التروث تيبل مشان ما اضلني اطلع هنا. اوكي لكل قبل كل واحده.
احد الايه في عندي كي 3 وانز، في من تيرم 2 من تيرم 3 من تيرم 7، من تيرم 2 هذا من تيرم 2 نحط في 1، هذا من تيرم 3 نحط في 1، هذا من تيرم 7 نحط في ايش؟ نحط في 1. الان بنبسط عمليه التبسيط، شو بيعطينا هذولا؟ لاحظ لهم الاكس برايم ولهم ايش هنا؟ الواي 1، اذا الاكس برايم واي تعطيني ايش؟ يعني الاكس 0 والواي 1 يعني الاكس برايم ايش؟ واي. هذا هو طبعا اختلفوا في الاكس، الاكس بتروح لهم مشترك ايش؟ الواي والزد تعطيني ايش؟ واي زد، بيعطوني ايش؟ واي زد. اوكي اذا عباره عن تعطيني اكس برايم واي اور واي زد. برسم ايش هنا كمان؟ برسم ايش؟ اخيرا السيركت لا بالنسبه ايش؟ هاي لا ايش؟ لا ليه؟ طبعا نفس الشيء بدوي زي ما عملنا سابقا، اذا انا لما اطلع ال A واطلع ال B وال C اذا لقيت شغلات مشتركه ما في داعي اكررها، ماشي؟ دير بالك يعني بيسموه يعني اللي هو عمليه مانيبوليشن كومباين مانيبوليشن لكل ايش؟ الاوتبوتس مع بعض. يمكن مرات سالوا علي بدل ما اكرر سيركت استخدم نفس السيركت. اوكي؟ ما خلي هذا ببالك دائما، لما يجيك سؤال في اكثر من اوتبوت تحاول تعمل ايش؟ مانيبوليشن عليه، ماشي؟ اوكي. الان نفس الشيء نيجي عايش مشان نبسط البي. اوكي بس ناخذ البي فينا من تيرم 0 ومن تيرم 1، نقول انه البي ايكوال سميشن من تيرم 0 و1 و5 و6. اوكي هذا من تيرم 0، هذا من تيرم 1، اوكي هذا من تيرم 5 اللي هو ال1 0 1 تيرم 5، وهذا من تيرم 6 اللي هو ال1 1 0 من تيرم ايش؟ 6. اوكي الان بقدر اخذ انا ابسط، لاحظ بقدر اخذ هذا وهذا. اوكي شو بيعطوني هذا وهذا؟ بيعطوني اكس برايم واي برايم. اوكي اول واحد اكس برايم واي برايم. اوكي الان هذا وهذا شو بيعطوني؟ بي للواي، لاحظ واي برايم لان الواي 0، هي الواي برايم ايش؟ يلا زد. اوكي واي برايم زد. طبعا هذا ما بتاخذش، ما بتبسطش معي شيء، ما بتبسط معي شيء. اوكي لا تبسط. اوكي فباخذه بدل ايش اللي هو اكس واي زد برايم، اكس واي زد برايم. اوكي في جيتس مشتركه اكس واي برايم واي برايم زد، لاحظ اكس برايم واي. اوكي هو اكس واي برايم، هو واي برايم زد، اوكي هو واي زد، اوكي في اختلاف طبعا. اوكي اوكي الان بدي ابسط ايش؟ سي. اوكي نفس الشيء ناخذ ايش؟ عمليه التبسيط، مش في داعي نضيع وقت عليهم. اوكي بطلع عندي عباره عن ايش؟ اكس اور. اوكي اكس اور فانكشن. اوكي تمام. اوكي بعد في عندي كمان مثال اخر، اوكي نفس الشيء طلع لي على ايش؟ على التروث تيبل. شو بتلاحظ؟ مين بيقدر يقول لي منكم شو بلاحظوا عند التروث تيبل؟ اول شيء نقول this is a three input combinational circuit and has ايش؟ one output. اوكي this is a combinational circuit with three input and has ايش؟ one output. الان هل في علاقه بين الاوتبوت وبين الانبوتس؟ اوكي كنت اعطيك سؤال زي هيك واجيبه بالامتحان، اقول لك اوكي هل في علاقه؟ طلعوا لي في علاقه. لاحظ نعم شو بنقدر نحكي؟ تفضل تفضل. معناته الاوتبوت 1 اذا كان، اذا كان ايش؟ 2 1 معناته الاوتبوت 1 2 1 يعني مش يعني بنقول ايش؟ اذا كان نمبر اوف 1 اكثر من نمبر اوف ايش؟ زيروز، مضبوط؟ تمام فيري جود.
Very good. إذا كان number of ones أكبر من number of zeros فنقول عنه إيش؟ تعطينا output one. By the way, هاي الجيت هاي السيركت بشكل عام يعني بشكل عام أقول لك إنه combinational circuit لاحظ whose output equal one إذا كان ال input variables فيهم عدد ال ones أكثر من zeros بسموها majority circuit بسموها إيش؟ majority سيركت ماشي وهي هي الماجوريتي سيركت اوكي اسمها ماجوريتي سيركت اللي هي لما تعطيني 1 لما يكون ايش النمبر اوف 1 في الانبوت اكثر من ايش من نمبر اوف زيروز يعني ماجوريتي 1 لاحظ هيك هيك سموها ايش ماجوريتي يعني عباره عن ماجوريتي سيركت اوكي لما يكون الاوتبوت نايز ايكوال تو 1 امتى اذا كان انبوت فاريبلز هاف مور 1 ذان ايش ذان زيروز والا بتعطيني ايش زيرو في حالات لما يكون نمبر اوف ونز أقل أعطتني إيش زيرو هو نفس الشيء لما يكون نمبر ون أقل أعطتني إيش أعطتني زيرو سيفري يعني كي جود كيس كي نفس الشيء طبعاً هلا بقدر أعمل تبسيط سهل ما فيها شيء فنقول إف شو بساوي سميشن من تيرمز إيش ثلاثة خمسة ستة سبعة إذا نحط ثلاثة وخمسة وستة سبعة الونز كي بنبسط بيطلع طبعا ايش اكس واي اكس زد اور واي زد اور اكس واي اوكي هذا هذا بيعطوني اكس لاحظ اكس زد اوكي هذا هذا بيعطوني واي زد وهذا هذا بيعطوني اكس ايش واي اوكي نرسم ايش اخيرا نرسم سيركت اوكي في ضل عندي 3 examples مهمة طبعا هذول حكينا عن بالنسبة للتوز كومبلمنت اوكي بالنسبة للتوز كومبلمنت اوكي خلينا نشوف كيف توز كومبلمنت example كيف بدي اصمم سيركت انا هل بتعمل لي ايش توز كومبلمنت اوف 4 بت اوكي انبوت سموها ايش 4 بت توز كومبلمنت اوكي 4 بت combinational circuit tools complementer okay طبعا احنا نعرف بالنسبه للتوز كومبلمنت اوكي بنحسب التوز كومبلمنت طبعا بنحط الكومبينيشن كلهم بالانبوت اوكي من 0 لغايه ايش 15 اوكي من 0 ل 15 الان بدي انا اجل التوز كومبلمنت طبعا 0 ذكروا احنا قلنا دائما شو بنساوي لاول 1 بنخليهم زي ما هم وبعدين بنغير ايش 0 ل 1 وال 1 ل 0 إذا هذا ما فيش ولا أول إذا بضل كلهم إيش زيروز أوكي إذا هذا هو نفسه أوكي يعني زائد زيرو ناقص زيرو فيش ناقص زيرو لأنه قلنا بتوز كومبلمنت وهي من فوائدها كان فوائد التوز كومبلمنت إنه في عندي one more number من نيجاتيف ها أوكي ومن مقارنة مع الونز كومبلمنت والتوز كومبلمنت وعندنا تمثيل واحد لإيش للزيرو أوكي الون طبعا الماينس لاحظوا هنا عبارة عن ايش هو بصير ماينس 1 اوكي فهك وهكذا شو تشغل مثل لاحظوا هنا الاثنين 0 1 بضلوا زي ما هم والواحد 0 هذا بصير ايش 1 1 قلنا الاول 1 بضل ال1 وبعدين ايش ال1 بصير 0 لاحظوا هنا الثلاث ال1 هذا ضل زي ما هو لان ال1 هذا صار ايش 0 0 هذا و0 هذا بصير ايش بصير 1 1 اوكي نعلم هيك الآن بالنسبة هنا أربعة لاحظ 0 0 1 بضل زي ما هم 0 0 1 بضل زي ما هم أوكي و 0 هذا شو بصير؟ بصير 1 أوكي لاحظ هسا الآن شوف بدي قلت لك افرض أجي قلت لك شو هاي بتساوي يعني التمثيل هذا لإيش شو الرقم المثله بالتوز كومبلمنت شو بتقول لي؟ طوالي باجي بطلع وين احنا قلنا عم بدي بس بدي اذكركم بالتوز كومبلمنت يعني بنطلع على ايش على الساين اوكي بنطلع على هذا اوكي 1 طوال بنقول الرقم شو ماله سالب الرقم بنقول عنه ايش سالب الان مشان اجد قيمه الرقم شو باجي باجي التوز كومبلمنت برجعه 0 0 1 بضلوا زي ما هم هذا بصير 0 اذا 4 اذا سالب 4 طوال هو سالب ايش هذا مثل سالب 4 وهذا موجب ايش هنا 4 اوكي ستريت فورورد نفس الشيء اذا هذا مثلا ايش هذا الرقم؟ طوال باجي بتطلع هنا بنقول هذا ايش هو؟ سالب معناته. عشان اجد قيمته الواحد هذا بضل زي ما هو. اوكي ال1 هذا بصير 0
0 بصير 1 اوكي اذا 1 0 1 5 اذا سالب 5 اوكي اذا هذا ايش مثل تسكون مثل ال 5 اللي هو عباره عن ايش سالب 5 اوكي وهكذا طبعا نعمل ايش كل نفس نكمل نفس الشيء اوكي يكون 0 الاول 0 ال1 بدل الاول 0 1 نفس الشيء لان ال1 هذا بده يصير 0 صار 0 هي وزيرو هذا بصير ايش 1 وبنجي نعبي ايش التيبل لغايه ايش ماينس ايش لاحظ بدوي لما يكون 1 لاحظوا لما يكون كله هنا عندنا 1 وكلهم زيروز ها أه؟ شو مثل هذا ايش مين ده يقول لي يلا يلا ماينس 8 ماينس 8 لانه بتوز كومبلمنت بنمثل من ماينس 8 لزائد 7 من ماينس 8 لايش؟ لزائد 7 اوكي هاي زائد 7 هاي اكبر رقم بالموجب اوكي باي ذا وي هذا بصير زائد 6 اوكي زائد 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 اوكي اوكي اذا نمثل من سالب 8 لاحظ هذا سالب ايش؟ 8 قول آه. سؤال الوجيه كيف نميز بين الثمانية والماينس ثمانية ما فيش ماينس ثمانية الأربعة بتس ما بقدر أمثل ماينس زائد ثمانية فقط أكبر رقم بمثله إيش كي إذا بدي أستخدم خمسة بس تمام good good question كي أنا والله بحب اللي بسأله كي good شكرا السؤال وجيه لأن عندي أربعة بس أربعة فقط بقدر أمثل إيش وإنه هنا فقط إيش من لغاية زائد سبعة إذا مشان زائد ثمانية ما بدي خمسة بس أوكي تمام خمسة بس بقدر أمثل عادي بصير ما في مشكلة أوكي بصير زي إيش بصير زي هذول زي السبعة والثمانية زي نفس الشيء بصير ثمانية لأن في صاروا خمسة بس أوكي بصير زيرو ون وقدامه ثلاث أصفار زائد ثمانية عادي ما في مشكلة تمام قل لي اوكي ماني قلت يا ريت تقول لي اسال اوكي سؤال يعني انا جود فيري جود كثير طلاب يعني لو ما سالت انت كثير طلاب بقول لك كيف بدي امثل نعم ما في اي سؤال ثاني عشان نكمل الان بدي اعمل ايش كي ماب للدبليو كي ماب للاكس كي ماب للواي كي ماب لايش لا الزد اوكي شو رايكم تبداوا انتم تعملوا الكي ماب تعطون شو قيمه دبليو قيمه الاكس قيمه الواي والزد يلا ها اعطيكم مثلا كم دقيقه ها اعملوا براكتس يلا اعتبر حالك قاعدين نعمل بالصف على اللوح بنحل اوكي اعملوا على الورق حلو اللي بيعطيني الجواب اول تكون ايش فيري جود يعني بيعطيني الجواب بسرعه يلا تنشوف بدي استنى اعطيكم دقيقة شوف لحد يحله انا بنتظر الجواب يا رجاء اكتبوا لي كل واحد يكتب لي اسمه ورقمه على الشات لانه في طلاب مش جايين بعد بيجوا بيطلعوا السؤال ماشي اوكي قلت السؤال هو بدي انا ايش ابسط اوكي قول عيد السؤال طالب اوكي بدي اعمل تبسيط الان بدي اعمل كي ماب لايش؟ لا دبليو ولا الاكس ولا الواي ولا الزد اوكي اعملوا لي اياهم للدبليو اول شيء بنطلع الجواب ثاني نشوف اوكي تمام اوكي تمام وضح السؤال بس بدي اعمل كي ماب بس لايش؟ للاوتبوتس اللي هم دبليو والاكس والواي و الزد اوكي بس انا قاعد انا مين بده يحله اول واحد يقول انه شاطر
By the way, هون كمان ممكن تفيدنا عمليات إيش؟ إنه نعمل manipulation. كنا نعمل عملية manipulation. لما يكون common قلنا كل multiple outputs ها تفيدنا عملية يعني it is خلينا نقول ممكن نعمل optimization دائما يكون عندي multiple outputs ممكن نعمل إيش؟ وحكينا هذا الحكي في السابق على مسألة معينة. يكون more outputs قلنا كان إيش optimize circuit. تتذكروا لما حكينا أخذنا المثال أخذنا عدد القياس كان 10 نقصناهم. Okay. يلا نشوف نقدر نبسط والله ما في صعبة طبعا باخذ من تيمز ها نلاحظ بالنسبة للدبليو من تيمز 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي اذا من 1 ليش لا 8 اوكي وبقول دبليو بيساوي سميشن من تيرمز 1 2 3 4 5 7 8 اوكي باجي على الاكس نجعل x بتساوي ايش summation من terms اللي هو الواحد اثنين ثلاثة اربعة كي تسعة عشرة احدعش كي اثنعش كي باجي على ايش اللي بعدها كي اللي هي الواي اللي عبارة عن من terms ايش واحد كي اثنين خمسة ستة كي تسعة عشرة داعش كي نحن هنا هاي هون قلش ثمانية واربعة اثناش ثلاثة كي ثلاثة ثمانية واربعة اثناش واحد ثلاثة كي هاي هون ايش ثمانية واربعة اثناش واثنين اربعة عشر اربعة عشر كي ثمانية واربعة عشر اخر واحد خمسة عشر بكون نفس الاشي اخر شيء ايش اذا الزد اوكي الان لاحظوا انا الزد باي ذا طلعوا على الزد في مثال مره انا سابقا نفس تقريبا له شبه فيه بنبدأ مباشره شو بيساوي الزد الزد شو بيساوي في علاقه بينه وبين ايش الانبوت هذول مين بده يقول لي شو اوكي شو رايكم يلا من شاطر احكي بيساوي دي لاحظنا ما تكون زي مثال المر معنا سابقا كان زد ايكوال دي برايم تتذكروا؟ اوكي المر معنا سابقا بظل متذكر اكثر منكم. هون بيساوي دي لاحظنا لما يكون دي زيرو زد زيرو لما يكون دي 1 بقدرش ما فيش داعي اعمل كيماب اوكي مضيع على الوقت بتكون طوال بقول زد بيساوي فروم ذا تروث تيبل بقول زد بيساوي ايش؟ بيساوي دي. الان بدي ابسط دبليو اوكي والاكس بسط دبليو اوكي هاي المين تيرمز لها لاحظ عملت مانيبوليشن الان بدي احاول اعمل مانيبوليشن ممكن يفيدوني اوكي تبسيط لما ارسم ايش الكومون فاينل سيركت عم شرح انا ارسم الكومون فاينل سيركت بس ممكن نستفيد طبعا ايش من المانيبوليشن اوكي طبعا هاي بالنسبه للدبليو تعطيني لاحظ اي برايم اند مع ايش؟ لما اعمل تبسيط اوكي اند مع بي البي اور سي اور دي اور اي بي برايم سي برايم دي برايم طبعا على التبسيط لاحظ بقدر اخذ ايش عمليه بقدر اخذ ايش هنا الاربعات هذول مثلا اوكي شو بعطوني الاربعه هذول بقدر اقول لي شو بعطوني هل في اول شيء بقدر اخذ ثمانيه؟ هل في ثمانيه بقدر اخذ ثمانيه؟ فيش ثمانيه مزبوط بقدر اخذ ثمانيه بقدر اخذ انا ايش الاربعات ممكن اقدر اخذ انا اوكي لاحظ الحد هذا ما بتغلش معي شيء بضل نفسه لحاله عشان هيك اعطاني ايش هنا الاي بي برايم سي برايم دي برايم اي بي برايم سي برايم دي برايم اللي هو اي بي برايم سي برايم دي برايم
اوكي هذول بيعطوني ايش؟ بيعطوني A برايم B اوكي لاحظ الأربعة هذول شو يعطوني A برايم B اوكي الأربعة هذول يعطوني A برايم B اوكي في عندي كمان A برايم C لاحظ الـ A برايم لما أخذ هذول الأربعة شو بيعطوني؟ A برايم D مزبوط ولا لا؟ لاحظ إنه الـ A برايم 0 ولهم الـ D 1 اوكي لما أخذ هذول اوكي لأن لما أخذ هذول الأربعة اللي ظلوا آخر شيء اوكي شو بيعطوني؟ الـ A برايم الـ A 0 0 هنا A برايم والـ C C1 C1 إذا بيعطوني A برايم C مشان هيك طلعت أنا الـ A برايم عملت الآن معايش مع الـ B or C or D عشان حولها لإكس أور لاحظ عشان حولها لإيش هنا؟ حولتها لإكس أور فصارت A إكس أور إيش مع إيش مع الـ B or C or D أوكي بعدين ليش هاي جت هون لاحظ الـ B برايم C برايم D برايم عبارة عن إيش؟ عبارة عن الـ A or B عبارة عن الـ A or C سوري الـ A and لاحظ B or C or D الكل إيش؟ برايم فصارت ايه بصير مره الاي برايم هنا برايم مره الاي هون بدون برايم هون الاند هون بصير اند فبصير ايش اكس اور اوكي هاي بصير ايش بالنسبه لها الدبليو سؤال شيء اوكي لها بصير ايش طلعنا بالنسبه للدبليو ستريت فورورد اوكي ما لازم بسرعه تعمل تصير تتعود على ايش على تبسيط الكي ماب اوكي بدها براكتس يعني لاحظ بتمروا معنا تقريبا كل الشباتر راح تمر معنا كل الشباتر ما عدا الشابتر الاول والثاني طبعا بالنسبه للاكس كمان نفس الشيء اوكي بنعمل سمبليفيكيشن سمبليفاي اكس اوكي بيطلع لنا شوف كيف عملنا مانيبيوليشن كما طلع هنا بي اوكي بي برايم اوكي سور مع اتش سي اور دي اوكي لان سبيل الواي بسط الواي اوكي ناخذ الاربعه هذول والاربعه هذول توني سي دي برايم اور سي برايم دي اوكي اللي عباره عن سي اكس اور دي كل حولناها ايش لاكس اور حولناها ايش لاكس اور وزد طبعا اشتمل ايش ايكوال دي زي ما حكينا بدون ايش ما في داعي نعملها كمال زي ما قلنا لان بقدر انا اشوف شو بقدر اعمل سيرت كومن اوكي لاحظ لما قلنا هون مثلا على سبيل المثال اكس اور سي اور دي هون ايش سي اور دي اور بي اوكي بقدر انا استفيد من نفس السيركت اوكي سي اور دي بقدر استفيد منها اوكي استخدمها مره واحده واعملها انذر سيرت يعني جيت مع ايش مع البي اوكي ما اكرر مثلا اثري انبوت هنا عمل جيت ثاني اخذ الاوتبوت من هون مثلا ومن هون هكذا يعني مانيبيوليشن بيعطيني ايش؟ خلينا نقول الجنرال او خلينا نقول فاينل اوتبوت يكون ايش؟ مور سمبليفايد اوكي في عندنا مثالين اخيرات اوكي تشوفهم اللي هم تعلقوا بالاديشن والسبتراكشن اوكي المطلوب انه I want to design a 4 bit Combinational Circuit, Incrementer Circuit. Okay, Incrementer Circuit. تذكروا فيه الـ Increment Instruction. إذا أخذته أكيد أخذته إنه الـ والجزء ما أخذتوش بالأسمبلي فيه إنه Increment Instruction. كثير من الكمبيوترز الأسمبلي لانجويج فيهم إيش الـ Increment Instruction والديك. إنك وديك. إنك راح نشوفه إن شاء الله 225. Okay. فالكلمات Increment Instructions. فبسوى إنه إيش نعرف الهاردوير. نبني هاردوير الآن. الفكرة نفس الفكرة اللي شفناها سابقا حكينا لها هكذا الابروتش بقدر انا اصمم هذا الحكي بهذا الاسلوب اوكي في عندنا الفوربت انكريمنتر اوكي ديزاين الفوربت كومباينيشن سيركت انكريمنتر في الان بدي انا اشوف ما بدي ابني من الصفر باي ذا واي اوكي ليش ابني من الصفر من عمل تروث تيبل عمل فوربت وزيدك واحد غلبة كثير لا بدي استخدم الهيراركال ابروتش وهذا الابروتش راح نشوف ان شاء الله لما نيجي على الكومباريتر سيركت نيجي على السيركت الاخرى فلانه في زي ما نقول باترنز معينه نمط معين بقدر انا ايش استخدم السيركت السابقه اللي عندي مصممه مشان ايش ابني سيركت اخرى اوكي
فهو نفس الشيء إن شاء الله راح نشوف كيف أنا أصمم الانكريمنتر ونفس الشيء بالنسبة للديكريمنتر كيوزنج إيش السيركس اللي أنا أوريدي صممتها عملتها. يعني مثلا مش داعي نعمل رينفنت دويل من زيرو أرجع للزيرو كي من البداية. الآن شغلة بسيطة لاحظ ها باخذ أنا four half adders four half adders كي لاحظ أول بيت بعمله واحد كي الآن بدي مثلا أضيف بيت بدي أضيف واحد ليش للرقم هذا هو A0 A1 A2 A3 فقط بحط هنا الواي لاحظ عندنا half adder اللي هو x two inputs و two inputs two outputs حكينا صممناه وخلص صار موجود عندنا هذا كي لما بدي أستخدمه أنا عشان أصمم إيش يعني عملية تصميم للإنكريمنت والديكريمنت إنستركشن عملية سهلة وهذا الهاردوير هاردوير تبلد هاردوير زبالة إيزي أوكي وإن شاء الله لما تروح على 432 راح تستمتعوا كثير بإيش ديزاين للهاردوير أوكي كيف نعمل تصميم للداتا باث أوكي والكنترول يونت والكنترول أوكي هاي الأشياء راح تشوفوا إنه عملية عملها سهل أوكي لما نضيف نحط واحد هنا على الواي هذا ايش السكند انبوت اللي بدي اضيف له واحد الاي 0 اي 1 اي 2 اي 3 اوكي الان بدي اضيف واحد لاي 8 لاحظ بدي 8 انا بيتس مثلا اي 0 لاي 7 استخدم ايش انا نستخدم 2 من هذول اربطهم مع بعض عادي 2 4 بت اوكي لاحظ الان لما نضيف الواحد هنا لاحظ كيف عملت الكاري اوت من الفيرست هاف ادر شو ماله بروح على ايش على الانبوت كاري الثاني اوكي الانبوت للسكند انبوت يعني للسكند هاف ادر نفس الشيء الكاري من السكند هاف ادر كانبوت ليش سكند انبوت ليش للنكست هاف ادر وهكذا الكاري ليش للسكند انبوت الفيرست انبوت هو الرقم اللي بضيف له انا اذا عباره عن لاحظ فوربت انكريمنتر الان ديكريمنتر ممكن واحد يقول طيب نفس الشيء بالنسبه للديكريمنتر ها بيعمل نفس الشيء طبعا هذا ممكن ايش استخدم هاف ادرس فالهاف ادرس بالديكريمنتر لانه في عندنا لاحظ في شيء مختلف هنا بدي اطرح واحد مش اضيف واحد اضافه واحد سهله لان بدي انا لما بدي اضيف بدي اطرح واحد بدي اخذ ايش انا الماينس 1 امثله بالتوز كومبلمنت واستخدم ادر في الحاله بدي اخذ الماينس 1 اوكي امثله بالتوز كومبلمنت اوكي فالسيركت ويل بي ديفرنت اوكي فور ديكريمنتر خلينا نشوفها فور بت decrementer k suppose a is a 4 bit binary number a3 ل a0 and we want to a subtract 1 اذا مثل ال minus 1 لاحظ 1 1 1 1 شفناه هو عباره عن ايش عن minus 1 اذا بصير عمليه جمع مش هيك شوف كيف استفدنا من التوز كومبلمنت ها فاستخدمنا نفس الشيء الادرز بس وانا بدي ايش انا استخدم فل ادرز وانا ما بس يعني ما بتمشيني ايش الهاف ادرز هذا لازم ما بمشونيش اوكي فلاحظ السيركت هلا عباره عن تطرح لي واحد من ايش؟ من النمبر اللي هو قلنا عنه الـ A3 A2 A1 A0 اوكي؟ هاي امثله حلوه يعني شفناها ان شاء الله خلينا نختم بايش؟ بالمالتي بلاير اوكي؟ نختم بالمالتي بلاير مشان ان شاء الله نوقف المحاضره الجايه عند ايش؟ عند الماجنتيود كومباريتر سيركت اوكي؟ ماجنتيود كومباريتر سيركت اوكي الان خلينا نرجع نشوف هلا بالنسبه لايش؟ الباينري implementing باينري مالتي بلاير اوكي بدنا نشوف انه كيف بدأنا امثل باينري لاحظ مالتي بلاير بايش كومبينيشنال سيركت اوكي عندنا خلينا ناخذ كمثال مالتيبلكيشن طبعا باينري نمبرز ار فورمد ان ذا سيم واي كيف بضرب انا ايش بالديسيمال اوكي اذا لاحظ ناخذ هذا المثال عندنا بدي اضرب انا عندي 2 بت نمبرز هنا البي 0 بي 1 هو عباره عن المالتيبليكاند نقول عنه المالتيبليكاند المضروب يعني اوكي مضروب فيه وال اي 0 اي 1 هو ايش؟ المالتيبلاير اوكي الاي 1 اي 0 عباره عن ايش نقول عنه هو المالتيبلاير اوكي اوكي اذا البرودكتس اللي هم ايش عندنا سي 0 سي 1 سي 2 سي 3 اوكي بعد هذا نقول عنه هنا ايش partial products اوكي these are partial ايش products لما اضرب انا a0 مع b0 a0 مع b1 عباره عن partial products بعدين ايش بروح بجمع انا
أجمع كالعادة. شغلة سهلة. Okay. Straight forward. Okay. إذن multiplication of the two. لاحظ زي الحالة هاي عندي A0 A1 بتضربهم في B0 B1. Okay. كم تعطيني 1 طبعا؟ لما يكون إيش؟ 2 هاتهم 1. ولا شو بيعطوني طبعا؟ بيعطيني إيش؟ 0. أوكي؟ الآن كيف أطلع هذا؟ بأند جيت. أطلع الأند جيت بسهولة. أوكي؟ بدي أطلع أنا البرودكت هذا لأنه بالباينري عملية سهل الأمور. أوكي؟ نلاحظ هذا بارشال برودكت. أوكي؟ فيرست بارشال برودكت، سكند بارشال برودكت. أوكي؟ عن طريق إيش طبعا أطلعهم؟ عن طريق ضرب إيش؟ إنه ل0 ب0 ب1. السكند بارشال برودكت هو نلاحظ بارشال برودكتس هذول فيرست بارشال برودكتس نقول عنهم سكند بارشال برودكتس عن طريق ضرب ايش الاي 1 بالبي 0 وبالبي 1. اوكي لهلا لاحظ هنا لي سيغنيفيكانت بت في شيء بجمعهوش مع اي شيء اذا طوال باخذ من الاند جيت باخذ اند جيت. اوكي لهلا عشان اضرب انا 2 بس 2 بس كم اند جيتس لازمني هنا 1 2 3 4 دائما بعد عدد الان جيس اللي هم ملتيبليكيشن نضرب ملتيبل عدد بس في الملتيبلاير عدد بس في ايش في الملتيبليكان. اوكي طبعا كومبينيشن سيركت لاحظوا هنا عدد الليفلز باي ذا واي هنا في عندنا ليفلز باي ذا واي. اوكي بعدد البس في الملتيبلاير بنسمي ليفل 1 او ليفل 0 زي ما بدك هون ليفل 1 في 2 بس عندي هون فعندنا 2 ليفلز هذا 1 ليفل هذا ايش سكند ليفل. اوكي الآن بقدر أبني السيركت بكل سهولة، okay؟ كل أريحية بقدر أبني إيش أنا هنا السيركت، okay؟ إذن أنا ضربت المultiplicant by each bit of each of the multiplier، okay؟ طلعت طبعاً أنا إيش لاحظ هنا مباشرة A zero B0 C0 أجا مباشرة من الآن جيت ما بمر على إيش على أي آدر لأنه لها زي ما شايفين أنه مباشرة بنأخذه. أوكي لاحظوا هنا استخدمناها في آدر عشان أجمع هذا وهذا إيش استخدمنا هنا لأن 2 بيتس عندي بس هذا 1 بيت وهذا بيت آند جيت قلنا أن في عندنا 4 آند جيتس لأنه عندي 4 صار 2 2 2 4 4 آند جيتس. أوكي لا بقدر اجمعهم انا كيف بعطيني سي 0 لحظه سي 0 اجمع هذا مع هذا. اوكي سي 1 الان ده صار عندي كاري اوكي باخذ السكند هاف ادر بيطلع عندي ايش بالاخير سي 3 سي 2 سي 1 سي 0. اوكي الان لاحظ في عندنا هنا قاعده بسيطه اوكي فور جي ملتي بلاير بيتس هون عندي جي قديش بتساوي 2 اذا جي ملتي بلاير بيتس and k multiplicand bits قديش k عندي هنا 2 اوكي وي نيد بقول لك j في k and gates اذا في j 2 في 2 4 and gates قديش عندنا كان 4 and gates اوكي and we need كمان ايش j minus 1 لاحظ j minus 1 k bit adders لاحظ بقول j minus 1 k bit adders اوكي سهلنا هو 28.2 half adders k bit لاحظ اوكي احنا k قديش هنا 2 اوكي to produce ايش طبعا البرودكت اللي هو j plus k bits اوكي الان خلينا نشوف المثال الاخير اللي هو نستخدم k 4 by 3 اوكي نستخدم 4 bit by 3 bit binary multiplier اوكي نوقف اخر شيء طبعا هون. Then we consider a multiplier circuit which multiplies a binary number represented by 4 bit. Okay. B0, B3, B2, B1, B0. والمultiplier ايش عندنا 4 bit طبعا multiplicand هون ايش 3 bit. Okay. الان لاحظ الكي قديش قلنا الكي. اللي هي عدد البتس قلنا في الملتيبليكانت 4 والجي اللي عدد ايش البتس في ايش هنا في الملتيبلير اذا 4 في 3 12 8 12 اند جيت اي 4 4 4 12 ايش اند جيتس الان ونحتاج ل 2
4 bit لاحظ 2 4 bit اوكي لانه عندي 3 ناقص 1 2 2 4 bit لانه 4 ما احد هون مش 4 bit من 2 4 bit ها ايش قلنا ادرس اوكي 4 bit ادرس اوكي مشان نطلع لاحظوا طلعنا ايش هنا البرودكتس اوكي هون طبعا اول شيء ما بدناش نحتاج لاي شيء اوكي من سي 0 لسي 6 اوكي اذا بما انه كي بيساوي 4 وجي بيساوي 3 زي ما حكينا انه نحتاج ل 12 اند جيت و 2 4 بت ادرز تو برودوس ايش برودكت اوف 7 بتس 7 لاحظ من سي 0 لسي 6 7 بتس اللي هم زي ما باينين ايش في الشكل اوكي اذا في اي سؤال اي استفسار اي قبل ما ننهي المحاضره اوكي يو ار ويلكم طبعا نكون ممكن احتمال يكون كويز قريبا يعني اوكي الاسبوع القادم ممكن يكون في كويز عندنا ما بعرف ايش اوكي ممكن احتمال ما بدري ببعث لكم اذا في اي سؤال اي استفسار يعني كونوا مستعدين دائما انتوا ها كونوا مستعدين دائما لما اذا في كويز ببعث لكم اياه على ايش على الليردنج اوكي في اي سؤال اي استفسار اذا ما في اي سؤال اذا استودعكم الله للقاء اوكي